ومعنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي عبر سكايب، أستاذ العلوم السياسية، للحديث عن الاتهامات لحكومة الكاظم بالتواطؤ مع الميليشيات التابعة للصدر واستمرار الهجمات ضد المتظاهرين في ذي قار وفي بقية المحافظات. مرحبا بك معنا دكتور قحطان. حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. كما تلاحظ إذن، الميليشيات تكرر هجومها ضد المتظاهرين في ساحة الحبوب في الناصرية من جديد يوما بعد آخر. السؤال يدور الآن عن وجود القوات الأمنية الحكومية التي من المفترض أن تقوم بحماية المتظاهرين، أين موقعها من هذه الأحداث؟ بدءا نقول رحمة الله على شهدائنا الأبرار وعطفه ورحمه رحمته على الجرحى، ونتمنى لهم الشفاء. نقول لا نسأل أين هي الحكومة حقيقة الأمر، يعني الحكومة أساسا هي غائبة عن المشهد الإنساني والمشهد الوطني والمشهد القيمي وكل مشاهد التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة منذ 2003 ولحد الآن. المتظاهرون يتعرضون إلى قتل مختلف الأشكال ومختلف الأدوات منذ أن بدأت أولى بوادر ثورتهم، ولكن الحكومة ما زالت تتوعد و تطلق الكلام الجزافة وتغير المسؤولين فقط مجرد زيد بدل عمر. وبالتالي أتوقع وأؤكد أن الحكومة لن تقوم ولن تقدر على أن تفعل شيء بالمرة، لأنها أساسا ليست مالكة لأمرها ولا لقرارها. نعم، تكرار الاتهامات من المتظاهرين لحكومة الكاظم بالتواطؤ مع الميليشيات، يعني البعض يقول أنها ليست فقط غائبة بل هي شريكة أيضا في هذه الأحداث والهجمات الدامية التي تخلف شهداء وجرحى، إلى أي مدى يؤكد ذلك بالنسبة للعراقيين والمراقبين وأنت منهم دكتور أن هذه الحكومة فشلت في أن تكون فعلا حكومة انتقالية تسعى لمحاسبة المتسببين بهذه الجرائم؟ دلالات كثيرة على أن الحكومة متواطئة حقيقة مع أي الذين قتلوا المتظاهرين. سبق وأن كانت القناصات منتشرة فوق سطوح بنايات في ساحة التحرير عند شعر رشيد وأبو والسعدون، والحكومة لا تقوى أن تقدم شيء. والآن الحكومة أمام عينها يقتل المواطن العراقي، وبعض ضباط الشرطة أيضا يصابون. ومشكلة أنا نشرت بث أحد الفيديوهات عندما يضرب أحد الضباط في رأسه ويسأل من الناس أن الحكومة، يقول لا أدري. إذا الحكومة لا أدري، الحكومة موجودة ولكن الحكومة متواطئة حقا، لأن مستوى أعمالها وأفعالها وواجباتها هي تدلل على أنها متواطئة وليس فقط مقصرة. لأن المتواطئ إذا أو الشخص عندما لا يقدر أن يقوم بشيء ويبقى بمنزلته ومنصبه ولا يغير ولا يستقيل، هو متواطئ. إذا الحكومة متواطئة بكل معنى الكلمة. نعم، البعض قال كما جاء في التقرير قبل قليل بأن ميليشيات الصدر بدأت مبكرا بداعيتها الانتخابية للصدر، ما علاقة الدعاية الانتخابية المبكرة بقتل الناس المتظاهرين بهذه الصورة، 7 شهداء وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة وقعت قبل يومين الجمعة الماضية؟ نتحدث بعلمية مطلقة، وهو نقول إذا كان الصدريين هم أحد الجهات السياسية العاملة منذ بداية العملية السياسية الفاشلة النشاز، إن أرادوا أن يكرروا ذاتهم وأنفسهم ويعدوا الانتخابات فهذا أمر طبيعي بشكل عام. ولكن أن يرتقي الفعل أو أن يقترن الفعل بعمليات التي حصلت يوم الجمعة تظاهرات، هذه صيغة ليست منطقية ضمن قواعد اللعبة السياسية لا بالدستور العراقي ولا بسوى. وتقترن هذه الأعمال ببيانات قرأها نيابة عن الصدر الشخص المعني الخزعلي أو اسمه أو شيء من القبيل، وفيه دالة على أن هناك شيء اسمه الكي فيما لاحقا، وهو جهة سياسية وليس حكومية. إذا أنا أقول للصدريين حقيقة، إن أردتم أن تذهبوا إلى الانتخابات فبدايتكم بهذه الآلية بداية غير موفقة بالمرة. أنا لست مع عملية سياسية ولا مع أي كتلة سياسية، ولكن إن جئنا علميا ضمن قواعد لعبة العملية السياسية فبدايتكم بداية غير ودية بالمرة،
بل تنقلب عليكم كثيرا وبالا وقد يؤيدكم من يؤيدكم. ما الرسالة المراد إيصالها مع تزامن تلك الهجمة يوم الجمعة الماضي مع ذكرى مجزرة الزيتون التي وقعت العام الماضي أيضا، عندما خرج المتظاهرون لإحيائها في هذا العام وقعوا في نفس المشكلة؟ إذا كانت الأمر مرتب ومعد ذلك فهي دالة غير إيجابية بالمرة، ودالة تكمل على أشياء ونوايا سيئة وقد تؤدي العراق إلى مزالق. وإذا كان هي غير مقصودة وجاءت بصورة عفوية لنقل كذلك، فإن التدبير والمدبرين لم يحسنوا التوقيت بالمرة، وأيضا هذه دالة غير إيجابية على هذه المجموعة وإدارتها. إذن إدارة المسألة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة هي سيئة وتعطي دلالات سلبية، قد تكون الدم والقتل هي إحدى هذه الدلالات المؤسفة التي نسأل الله أن يجنب العراقيين منها ومن شر الفتن. المتظاهرون دكتور قحطان الذين فقدوا الأمل بحكومة تحميهم وبأجهزة أمنية تقف إلى جانبهم لحمايتهم وتنظيم هذه التظاهرات، كثيرا ما نسمعهم يطالبون بتدخل دولي وأممي لإيقاف المجازر والاعتداءات بحقهم، ولكن في المقابل لا نرى أن هناك حراكا مهما من البعثة الأممية بالعراق لحماية هؤلاء المتظاهرين. حقيقة الأمر هذا يعود إلى طبيعة عمل الأمم المتحدة في العراق. الأمم المتحدة تتعامل مع الوقع السياسي ضمن دالة الدولة والسيارة رقم 1-2. الوضع اللا مستقر في العراق قد يقلق الأمم المتحدة وتصدر بيانات معينة، ولكن ليس بمقدورها أن تتدخل. هذه النقطتين. النقطة الثالثة، أنا أرى أن ظهورك وأؤكدها أن يبلور الساحة، تتبرمج الساحة جهة وطنية حقيقية تحاكي المجتمع الدولي وليس كتلك التي تغازل القوى السياسية اللي تطمع بمناصب معينة وأموال سحت وما شابه ذلك. العجز الحقيقي للأسف أو التقصير الحقيقي للثوار، ولعلني أحد هؤلاء العراقيين الذين يفخرون بموقفهم، عجزنا عن بلورة جهة معينة كاملة متكملة وطنية بعيدة عن أي قوى سياسية عراقية لكي تحاكي وتتحاكى مع المجتمع الدولي. هذا هو الخلل الحقيقي الأمر، ولكن لا يعني هذا أن الثورة لن تفرض ذاتها بمرور الأيام. نعم. أخيرا دكتور، ما دلالات استمرار التظاهرات بهذه الحيوية والزخم على الرغم من كل المجازر والانتهاكات والاعتداءات التي تطال المتظاهرين السلميين؟ بساطة جدا، الذي ينظر لأنها صادقة، لأنها من رحم المعاناة، لأنها وطنية، لأنها اقتنع أهلها بأن هذا هو السبيل لإنقاذ وطن، وبالتالي هذه المسائل ليست مصطنعة ولا يمكن أن تشترى بمال سحت، ولا يمكن أن تعود لأسباب قسرية أو أسباب الخوف أو الوعيد. إذن أنها صادقة، لأنها واعدة، لأنها قارئة الأمور بصورة صحيحة، لأن أصحابها ثابتون على المبادئ، أنا أقول أنها ثورة باقية وسيأتي أكلها، وهي ثورة متميزة على كل ثورات العالم عبر التاريخ. لم يكن هناك ثورة حتى الفرنسية لم ترتقي إلى ثورة تشرين. أشكرك جزيلا دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.